ابشر هالدنيا فيها حكايات، اضحك للدنيا وانسى ما فات. هالدنيا فيها حكايات محلاها الدنيا، ضحكة فتنيكا تحلى بفزوكا والخالة بريكا. محلاها الدنيا ضحكة فتنيكا تحلى بفزوكا والخالة بريكا. اضحك للدنيا حكاية والحب موجود، حب الدنوني في ده سي محمود. كل يوم حكاية والحب موجود، حب الدنوني في ده سي محمود. كل يوم حكاية والحب موجود، حب الدنوني في ده سي محمود. كل يوم حكاية والحب موجود، حب الدنوني في ده. يضحك للدنيا وانسى ما فات، ياسر هالدنيا فيها حكايات. يضحك للدنيا وانسى ما فات، ياسر هالدنيا فيها حكايات. الو، شكون معايا؟ محمدة، اهلا بيك. كيفينك؟ فينك؟ توحشتك اللطف. يا ناديه يا قفوت يا قفيتي، كنشوف انا الوحش قتلني راهو. اش يا حوالي؟ اش حوالي العائله؟ اش حوالي الجامعه؟ كل لاباس؟ لا لاباس عليهم. خلي مين تكلم فيا من قابسه؟ لا روحت البارح نكلم فيك من دارنا في مرناك. ملا شنو حملت التبريكة؟ تبريكة لاباس. اسمع، هاوك باش نجيو نخطبوا. كلمت التبريكة باش تجي تخطبني؟ مال شنو؟ فرحت برشا، قالت لي كيفاش يجي نهار السعيد نتلموا نوليو عائلة واحدة. ان شاء الله ان شاء الله يا محمد، ان شاء الله. ملا انت فرحانة؟ شنو فرحانة؟ انا اسعد انسان على وجه هذه البسيطة، خاصة كيف عرفت عيلتك فردا. تعرف يا ندو، مانيش مصدق اللي القدر باش يجمع بيناتنا. يا زوجة المستقبل، يا رفيقة العمر. عايشك يا محمد، والله مش تبكيني، والله قدكش ناس مليح. شوف يا نادي، انا ما عادش نجم نصبر راهو. نجم نشوفك مع 11 في الكافيتيريا. اي بيه، هيا مالا. الى اللقاء في الكافيتيريا. الى اللقاء. من الوحش ما تجحش. وا شبك تضحك وحدك المهبولة؟ حبيب العمر طلبك صحة ليك، مقوى ساعتك. هذا ربينا اثنين وقالك الثالث مني. تبارك الله عليه، شاعر ومتكلماني وعنده البلاغة. اعمل لي خير من الكل، امه اسمها بريكة. وليت نسنس عليا في التليفونة؟ ما قلت ربيتك. قولي بريكة بالطن ولا بريكة زويبة؟ زي ما كان تضحك على الناس. ها نرشمها لك هوني، كبتولي انتي من بعد ضحكة. نضحك على كلامه، شبيه يحكي هكا؟ تقولش عليا كل عشاق متاع المسلسلات القدوم. علاش؟ على خاطره عاقل من الزوفرية؟ انا هذاك الشخص اللي بيش يهنيني احمس. أنستك بيها الصخش، حتى انتوما فردة ولقات أختها. أنا مثلت بيك؟ اهب علي. ريحة فول خارجة من دار منين؟ هذيك من دار بوراوية، شفتها صبيحتي خوف شوية تريليا.
اما يا خويا في حس وحليه في الحوت وحدهم، حتى هي ريحه بالزعروش القلب. تو بعدتي لي نعمل روحي نتعدى من بعديها، تراني تحشم تبعث الناس تحاين تهششوا علي انا وهيك. شب انا يظهر لي ريحه خارجه من دار خالتي حياة. ما يحوك خالتك حياة تفوح حكاكا يا بنتي، البراويه فيها وحده تجيب فيه بالذمه من جمال. خالتك حياة ماكلتها سوري، ما ولادها ما يحبوش العربي، حقا حقا فرنسي. فكرتني سمعت شي حاجه على هيك الولد اللي جا؟ ماني مشيت، خالتك حياة ما ضمضت لي، اللي عطاتني صرف من عد. اما سمعت يقولوا اللي نادي جا شكون يحب عليها بالحق. اي وش يعمل في دنيتو يا بنيتي؟ كان صدقني ربي يضرب في الدار. يضرب في الدار فين؟ في فرقه موسيقيه؟ لا لا في شريكه. حتى انت يعني هذاك لازم يقصد ايطار. اي بالحق، وراس بنتي الكلمه دي سمعتها. هي مش معناها؟ معناها عنده منصب به، رئيس قسم ولا حاجه. عجب، انا جاني كي مسحوك ولا كيفاش؟ ولا زعم على خاطر جاهم اول مره؟ اخي ما زلت حشمه هي طوى، البنات ما عادش تحشم. وعلاش حبنا نحشمه؟ واه مسح عينك. ايه احكي لي عاد على الجمعه اللي عديتها في جيبس. شنو الجمعه؟ تعديت بكل خدمه واجتماعات مع اطارات الشركه. اللهم في العشيه هو كان مشي نعمل دوره صغيره في واحد شنني. تعرف نبدا نحوس وخمم فيك، نحوس وخمم فيك، نحوس وخمم فيك، ما فيك الا كي تسطع في نخله. ملا قريب تولي شاعر؟ شنو شاعر؟ شنو شاعر؟ وليت ديجا. تعرف كي نبدا نحوس نذكر كلام بالقاسم الشابي وقت اللي يقول عذبة انت كالطفولتي كالاحلامي كاللحني كالصباح الجديد كسماء الضحوك كالليلة القمراء كال طول بروح طول بروح كالليلة القمراء كالوردي كابتسام الوليد. الله الله يا حما سحرتني انتي انتي اللي سحرتني يا قصعاجتي العزيزة. اسمعني انا معش النجم، الجمعة الجاية يلزم نجي نخطب. ليه عادة ياسر مدة قريبة ومنجموش نحضر رواحنا، يلزم على الاقل جمعتين. جمعتين؟ باهي مش هذاش. اسمع وقتاش نمشي نختاروا الخاتم والفياق والمنقالة المنقالة؟ شنو محمد يظلي فيك مازل طريقة، يلزمك فياقة. خليني عاد خليني غاطس في حلمي اللذيذ يا عزيزتي. محمود تتفكر الوليد اللي جاء الجمعة الأخرى لعيد ميلاد نادية؟ صاحب حسني. ايش بيه؟ لازم تبهنيس، تعرفوش شكونو؟ ما قلت لي انت عامل روحك في بالكش اللي هو جاي يخطب. بيه تو عامل روحك في بالك؟ باهي كي قلت لي عامل روحك في بالك تو نعمل روحك في بالك. ايش بيه؟ شنو رايك فيه؟ وانت شنو رايك؟ قلك الحق بعجبنيش، مهنتل ورزين، بهل شوية يظهر لي، يظهر فيه مشحاح. ريتك الهدية اللي جايبها. أنا الحق الحق عجبني، عاقل ويظهر فيه ولد عائلة، بقى حشام وماهوش مخالط، وذاك حد عارفه في التحايف. وزيد ما تنساش اللي مازال كي تخليه يختم، هذيك إمكانياته. ماهوش متاع نادية؟ بالعكس نادية صعيبة، شوكتها ديما واقفة، يلزمها واحد عاقل باش يعديلها بهبالها، كيما جيتك أنا عاقل معديلك بهبالك. يا للا يعيشك معديلي بهبالي، تنتي دور السند والهند ما تلقاش مرا كيفي، شكون نجم يعاشك؟ يزدي تشريطك عن ماكلة ودليلك. هذي برك صحيح. أي بلا اسكت. عييه شبيك ديما تسكت لي في ولدي؟ راه مولا الدار خليه يتكلم، ماكش مخليته يتنفس. نفدلكو يا لله نفدلكو انستو. ايش من تفدليك بكري؟ كانت المراه ما تتكلمش قدام راجلها، توا ولا الرجال ما عادش يتنفسوا قدام نساها.
هذه من علامات اخر الدنيا. ملا جرد فاز جيبو محمد فيت ما تريحته خليت فيه النوار اللي نغرب بكثرة الغرام لين ولا غرب كيموني حقا ندي زيت لوجت شوية سميشي ما تقع خطيبة عسمني. علاش الولاد مش وخي حق متاع ربي يظهر فيه باهي لا يعجبني لا فيريتي بالليش عجبك فيه ولد عيلة وعاقل ويحبها وتحب بيه هذا محتاج المسلسلات متاعك نعرفوهم. ويا صالح يا صالح يا قمح البليوني ويا قمح البليوني. هاي نادية قالت لي أكل وليد بش يجي يخطب جمعتين أخرين بالمجد. أي هكا سمعت يا إيش بيه إن شاء الله بدو بتماء وظهر فيه به الوليد مش هكا يظهر لي هكا وربي يستر اللاحظ فيه ملي دخل عويناته ما هزهمش من القاع أما مش كيما سي حسني عيني هكا تعمل تخطف المحمصة مقاع الطنجرة وكل فرطته من نوارة النوارة تبيعته فدلاك وش خبيث نعرف أنا الهدي بيهي الخفة والشطارة ما يصلحوش راهم مو من أولاد اليوم يعني أولاد اليوم أنا مسميتهم أولاد البو علاش على خاطرك اللي يمشيوا يرقصوا فيه اسمه بوم ولاش من عسي صحيح بوم ما الاسم او يزيد يحطوا فيها كلي غرت تي هذيك يا محمود شكونوا يا ربي ايش اسمه تك اللي جاي لتونس اي برشا جاوا لتونس هما استنى شكونوا شكون هيكل هيكل ولا شي يقولوا له اه مايكل جاكسون هذيك هو هذيك دل هاي هاو قالوا يا محمود هاو قالوا كان اسمر ولا ابيض بالحق بالحق يعني بخير اللطف الله يلطف بينا لا هذه من علامات اخر الدنيا عاد شد هاو الفاز اللي هديهولك حبيب العمر هاو كغسلتهولك قول عاد مريم خايبه ايه الطفلة تعشق وتحلم كب سعد العقر تعرفش كيفاش تغدوة كراح من القراية نجيب لك شوية حريقة قريصها زينهم فيه حريقة راك مشوية بيها ان شاء الله اسمع يا للا كي ما حبتش في خطيبها تعرف انا لو كان خطيبي هديدي جرد باس كيف من هذاك اللي ما ندمغ بيه ونزيد نطردو ملينا زيدة هاو باش نطردك اخرج عليا نعلمك يا لولا اللي انت في بيتي انت اخرج عليا باهي هاي خارج الله راحه من منظرك اما انت زيدة ما عادش تعفصلي في بيتي توكي تعرس اللي ما ناخذ لك دبشك الكل وبيتك الكل يا رشومه يا كرومه يعطيك قصه فيها كل سين يرها مثيومه قولي حياتي اش عملت نادية فيها حكيتها في الولد اللي لندرا من لقطته اش باش نقول لك يا خيتي قبيله بركه قالت لك الطفل يحب يجي يخطب ما حبيتش ناثر عليها ما قلت حتى شيء اما نقول لك الحق الطفل ماهوش عاجبني حتى طرف ماهوش مالي العين عندك الحق يا خيتي على ما حكيتي ماهوش لك الكل شنو هي هذه اطار لو كان جاء على الاقل رئيس مدير عام ونتاع شركه كبيره زاده اي نقول لك ما هذا متوظف برا سمحني هاني نهطل فيها قلت لازمنا نبيضوا دارنا نحضروا رواحنا تمش ما تطول المده وتبدل رايحه تتذكر مدام غربي ياك اللي جماعتها يقربوا الراجل القديم عاد هذوك ناس بام بام الهوني في سريهم بس عليهم ونضاف برشا عاد عندها ولدها تبي مزيل كيكمل قرايته في الخارج كلمتني البارح وجبدت لي على نادية ان شاء الله خير نعم فماك الخير قالت لي ولدي عجبته نادية برشا برشا وقتها مشينا العرس شو اسمها يا ربي تذيك اللي طلقت بعد شهرين يا بابا طولت موضة طلق بعد شهرين انا هي منهم هيك اللي حطوها في الفلوكة في وسط البيسين نتاع الوتيل ووقت اللي جي راجلها طالع طه في الماء هو وحويج العرس نتاعها قولي دور صافعة هي
وقتها ست بيب هذا راها وعجبته برشا 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 مجد. ورسم ما كيف ما نقولك شو كلم نادية وقل لها فرصة ما تتعوضش إذا تحب تضرب ضربتها. شخص يا ليلي وخيتي تاخذ لي طبيب خير ما كزوي واللي جايبتهولي. دريت تعرف إن تو نحكي معها ونحاول نقنعها. اي اسكن لها في مخها وقل لها الدكتور الناس يعيطولو يا دكتور والمحامي يعيطولو يا أستاذ بالليل المتوظف شي عيطول. زيني عايشك. آه سي محمود اش فما جديد؟ جديد يا سيدي يظهر لي فما شكون يحب على الطفلة نادية بجوه ربي. هيا مبروك. اي اما الهدرة بيناتنا الامور مازالت ماهيش رسمية راه. شي يخدم؟ يخدم إطار في شركة خارق العادة. مبروك مبروك فريمون مبروك. ها هكاك هي تشد خدمة ويوليو إطار وإطارة ويعيشوا عيشة طيارة. ولد شكون بربي؟ تيزيك يا راجل مازالت حكاية ولد شكون وبنت شكون؟ يتوقع يعرفوا بعضهم من برا لبرا. ها وإحنا صبابين ما عليدي. ورد بالك تتكلم هكاية عايشك. لا مانيش موافقك. رد بالك نادية بنتك ومحسوب بنتي ونعرفها من اللي تولدت. يلزم نتهناو عليها ونعرفوا بالضبط وين نحطوها. يلزمنا نسألوا على الخطيب. هذه عوايدنا من ولد الدنيا. تو هكا تو انا عندي وقت انا باش نمشي نسأل ونمشي ونجي. شو تعرفها خدمتي ما بين اربع حيوت نمشي بالليل ونروح بالليل. عادش بيه. اي وين اش قاعد نعمل انا؟ انا شنية خدمتي؟ ماني نسوق في تاكسي. نبدا نسعسك في البلاد كلها. نبدا نخيط فيها على اليمين وعلى اليسار. نعرفها بالحي بالحي بالنقبه بالنقبه. نعرفها بالدار بالدار باللدريسه باللدريسه. انا نمشي نسالك عليه ونجيب لك الصحيح. قلت لي شو اسمه هو؟ اسمه محمد دنوني. دنوني هكا دنوني دنوني. وين يسكن؟ في ثانيه في مرناق. اه مرناق 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 عاد مرناق مرناق. اي صحيح. اسمع يلزم الانسان يعرف وين يحط ساقيه. وكيل بنيه كيل وليد توراو الدنيا تبدلت ياسر. صحيح. شنو صحيح شنو صحيح؟ شدني انا الدنيا نعرفها اشكال والوان كلها وخاصه انك البنات عاد اكل البنات عاد. والله العظيم ساعه ساعه تركب معايا وحده تعرف حوايجها من كثر ما هم قصار هكا ولاصقين تقولش عليها لبسوهم لها وهي صغيره وكبرت في وسطهم. مريومة صباح. سهلا بيك. صباح صباح صباح. حقا ما حكيتلكش اليوم صباح ماني هزيت تليفون الكوجينة فرد وقتنا ونادية في الصالة نلقى محمد طلبها. قعدت نسمع فيهم بالسرقة. جو شو قول لها؟ يعمل لها انا اسعد انسان على وجه الارض. انا مش مصدق للقدر جماعة ما بيناتنا يا زوجة المستقبل يا رفيقة العمر. جدك يحكي هكا؟ ولا كيف نقول؟ تذكرنا ننزل متحف بار واللي خير من الكل طلع ام محمد اسمها. شو اسمها؟ اسمها حاجة ناكلوها في رمضان. شربة؟ لا. سلات بلانكيتة؟ لا. بريكة؟ اي اسمها بريكة. نادية؟ نعم. تعرف اللي انت بنتي البدرية وما نحب لك كان الخير. ربيتكم انت واخوتك تربيت دليل. عمري ما قهرتكم ولا حاولت حتى نأثر عليكم. اما عندي كلمات نحب نقولهم لك ومن بعد دليلك ملك. شتما زادة ماما خوفتني راك. لا لا ما ثم كان الخير. تتفكرشك العرس اللي مشينا له انا وياك وتاتاك ليليا في خر صيف؟ اللي حطوا العروسه في الفلوكه قالك زعما زعما في البندقيه. وقت العروس كي جات طالع زلق وطاح في الماء. ونطب الحكايه ذيك. باهي باهي. شفت قداش لبس عليهم من ذوكا وغنيه؟ يا عدا ربي يزيدهم. ساعه قل لي فاش قام تحكي لي انا فعلى هدره؟ ثم واحد من عائله العروس يحب يخطب. اسمع ماما انقلك
انا اللي حكيت للمنظمين تاع واحد راني ويحب يخطبني ما نحبهمش، ما نحبش ناخذ انا كيما القرون الوسطى هكاك راجل اللي نعرفه اللي يعرفني يقوم نعرس بي بالزعمة زعمة يقولوا الناس عرست. يا نادية يهديك، راجل لباس عليه مبسوط وفوق هذا دكتور تسمو بركة يرعب على وزن بابور تراكتور ديناصور، اش تخير عليه؟ قال لك الحق الحق ماما، انا خير علي محمد الحق. ووه على كحمه نتاعك تي ما يظهر الجمله قدامه، تي شبيك راه تبارك الله عليه الطفل قلص باب الدار ما يدخلوش. ما نقول له يقعد لبرا، انا لا حاسي لا بقلص ولا بتراكتور ولا بديناصور. او نقول لك مالها مالها، وانا باش نقول لك زاده كي راسك صحيح، حتى احنا عندنا شروطاتنا. نحب خاتم دياموند فوندو، شركه بلالط فرده مونجيلا، ويتفكرك في كل موسم، وصيغه كارتيه في العرس. فوالا تجلوه ماما، عادة نحب العرس. انا قلت لك نحب محمد، انا قلت شيت راني فاتها، قلت لكم نحب محمد وما ناخذ كل محمد، قلت لكم نموت على محمد ما نعيش هذيا. شنو هذا امي بجه ربي؟ شنو هذايا؟ انت شنو قداش تحب البخور يا اخي؟ تقولش عليك تخدم صنع الطبال؟ اما خير وليدي تشم ريحه البخور فيحه، ولا تدخل تلقى ريحه نبات تطبق دار على دار، تدخل تشم ريحه لا يوريك ولا يروحك. خصك كان سالي يخدموا، قال لك يقعدوا بالجمعه لا يبدلوا فروشات ولا ينفضوهم. ساعه ساعه تدخل بيت نوم تقولش معشه فيها الشفشه. خليته قلت اي والله قلت الحق، برشا نساء خدمت عندهم كيف ما تحكي، هي للحياة الحق نظيفة. عندي معي أمهك ولدها سليم، كي ندخل نقوموا الصباح تقول دخلت الغار وهكا ريحة السبيدريات. أم حنة أم حنة لا يوريك ولا يروح. شنو شنو أنا شنو تكتكيت؟ لا الكل تتكتكت معري على سنيك، ما تضحك كان كي نبدأ أنا هنا. فرحانة فرحانة ومفرهدة بيك يا رزوقة الغالي، يا رزوقة الغالي. يعطيك الصحة. أما خير تدخل تلقى مرايتك فرحانة ومفرهدة، ولا تلقاني نفرك ونغزل صفرة خضرة. تحمد ربي، احمد ربي اللي اعطاك مراه جو كيفي انا. نحمدك يا ربي، يا ربي نحمدك على النعمة اللي انا فيها والسعادة. يا ربي لا تنحى علي تاكسي، ولا تنحى علي مرتي والمقرونة. طيبت لنا فطور مقرونة مقرونة يا رزوقة. اما بردت خسارة، خاطرك الحقيقة خلطت مخر على العادة. ماني كنت في مورنانج، مورنانج تعرف انت مورنانج؟ ها كنت نبتبت وننشد على كل وليد اللي يحب يخطب نادية. هي يا اخي شلقيت حشيلو ما لقيت البقعة كان بشق الانفس. يا سواني يا غيب يا ناشر، وساعة ساعة وتشق عليا بقرة، وساعة ساعة وشق عليا من غادي قطيع متاع معيز، وساعة ساعة كلاب عربي يبدأوا يجريوا ورايا وانا وراهم بالحجر هب هب شرشر هب هب شرشر، وساعة ساعة ونزلق في الطبعة. ايه عاد احنا هكاكا وطاحت بجماعة يجمعوا في الغلة فلاحة. ايه السلام عليكم. وعليكم السلام، شني احوالكم؟ لاباس. وقتها جيت قلت لهم مع سبعة ودرجين كذا، اعطاوني كاس تاي احمر اللي تحط فيه المغرفة تقف. شربتك الكاس هذاك لعبت عليا الصفرة وقلبي عصر عليا ودخت، ما فيقوني كان معطاوني زوز كفوف باين، رجعت فيا الروح. ايه ومن بعد؟ ايه ومن بعد بالله دقيقة سامحني ننظم الجو متاع هالجمرات هذوما ما مش عاجبيني. أيوة تعرف يا محمود يا أخويا، السر الكل متاع الشيشة في الجمرات متاعها، يزمهم يكونوا صغار وحمر باش ما يسيبوش الكربوناتو. تقصد أكسيد الكربون؟ إيه ذيك هو حسيل الأكسيد حاج موسى كربوناتو كربوناتو الحاج موسى كيف كيف.
يا عاد قلت لك الحسيل و مازلت ما قلت لي شيء تو قل لي ونفسني برب. اي يا سيدي اي وعندك كذلك التخليطه التخليطه بين الجراك والتكماك والكمباك والجراك لازمها تكون مدروسه وعندك كذلك الفايده الكل في الكبسه بين الصاري والجباد ما يلزمهمش يتنفسوا. نفسني يا رزوق يا اخي واحكي لي الهدره راك مرشتني راك يا عاد كما قلت لك بعد الفحص والمحص والتحري الجماعه متاعك ظهروا. شنو ما تعلقش اني جيتك تفضل. الو الو شكون شكري اهلا تي وينك يا ولدي؟ شفت الطليل يا مماش عملت فيا على محمد؟ اش عندها ما عملت لك يا اخي؟ بدات تشرط وتعاود هاو خاتم جامنت هاو صيغه هاو مقيله هاو مماسم لحكيت نكرههم من الكل. اسمع يا ناديه هذي حكيت صيغه وذهب اقل شيء تنجم تطلبه يلزمك تعرس في العز مش في الدز. انا القواعد هذوما ما نقولش بيهم. حتى انا كنت كيفك كنت صغيره وعرفت راجلي لولاني في الجامعه ما نفكر كنت كيفك ما يهمني حتى في شيء وعرست بالسيف على دارنا في دار تنجم تقول سقف وقاع بالحق تا اي نعم مني كنت عامله روحي متشبعه بافكار عام 68 ومتحره من التقاليد حتى من بعد كليتها في عظامي بعد ما كوننا مع بعضنا كل شيء مع بعض كل شيء كل شيء طلقني وخذت طفلة صغيرة. خيط علي وعلى هذيك ننصحك كيف تنجم تتشرط وتدلل ومتسقيك. نحشي من انت طاع بربي شو نقول له جيب لي وكركرني نعش نحس خوش عليها بيعة وشرية مش عرس هذايا. بربي يزيني بلا هدرة فارغة انا راجلي الثاني سليت له عينيه يصرف ويرن ولا أح ولا بلح نمشي فيه على سيرات. شنو تتا قلبت الآية توا؟ بيان سور شبيك راهم اللي قوتيت اللي كيفي وكيفك فماش منهم برشا في البلاد. ياخي ما عندكش عينين ياخي ماكش قاعدة تخزل له محمد نتاعك. اشبيه زادة محمد والنبي اللي مرة الفاتت تمشي انت وياه في الشارع يا تقولش عليه خديمك لا زين ولا همه ولا طول ولا وهره وانت بجنبه قد وبياض ورياض ابنيتي كيف اعطاه ربي ساعده باش ياخذك ما عليه كان يرن يكسكي يصرف. شو تطاليا يقول لك الصراحه راحه الراجل ما يتاخذش على الزين. ايه انا موافقتك اما ياخذوه على فلوسه هاك جيتها وحدك وحدك اما اذا كان لزين ولا فلوس تندبيها عاد بنايتي. يا خواب يا اللي تخاف من مرتك اي 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 نار السبعة متاع العشية تسكر الباب. الله يقويها عليك عسيلو. باي سيدي باي باي في الامان غدوة الحي ان شاء الله. هي عاد قلت لك يا رزوقة يا اخويا راك لتو ما قلت لي شيء. اي هاو كويس تي يعمل 66 كيف يعطيك الصحة يا شريف عايش بنتي. يا عاد قلت لك سي محمود الو العم لي هذه مش دار جورج وصوف هذه دار جورج وكتون. صحيت صحيت بخك الزمر اللي ديما يعطيك الصحة ديما يقلق فينا هذا. ايه يا عاد قلت لك يا رسول الله بعد ما سقسيت ونسنست ونشد على عائلة الدنوني هذوما طلعوا ناس وعليهم الكلام سمعة كبيرة ياسر وقدر ونظافة وعفافة
وهمة وشهامة، وفوق هذا الكل عجيب. يا سواني يا ناشر يا مقاطع متحجر يا بقر يا منعيز يا علالج يا خيب يا ملياردوات مبزعة في القاع ما يعرفوش طرف خلاهم فين. اسمع سيدي، ما تفلتوش الولد، ما يظهرش عليه الوليد، واش ظهر عليه؟ العائلة الكل ما يظهرش عليهم، هذيك هي الضربة، كل شيء تحت حس مس. بإمكانهم يضربوا بلاص في المنار، وبلاص في المنزة، وبلاص في المروج، وبلاص في ريانة، والكل بساكتة. ناس داخلين ببوشتهم، أكل موديل متاع بكري هذاك تايس وسانديس. حقا خالي، نسيت ما قلت لكش. إن شاء الله خير. أكل ولد محمد اللي حب يخطب نادي. الله أكبر. لا عاد ما تقوليش الحق على الخطيب الاول، خسرت ولا يرحمه، ولا كان ولا يتزام. تي ليه ليه طلع شو اسمه شو اسم اسم حاجه ناكلوها في رمضان؟ زلابيه مخرق بوزه تي ليه حاجه مفتحات حاجه مفتحات. سلطه مشويه، سلطه خضر. لا عاد ما تقوليش اسمها بريك. وش جواب صحيح؟ مرة توك تجي تزورنا للدار قال لك خالتي بريكة صبت الزيت. انا ما عادش نهجم بالضحك، اين مشي نتعشى؟ قولي ماكمش تشموا في ريحة بريكة؟ يظهر لي اختك نادية تقلي في حماتها. ما قلتليش شحكي لك رزوقة شوفي توشي من الهيجة توا خلينا نتكلم. الله الشيطان قالك مشى سأل على الجماعة، جماعة محمد هاي قالي لقيتهم عائلة فاضلة، عائلة غنية غنية لهنا. قالك عجب. اي نعم، ناشر وسواني وعلالش ومقطع حجر في كبير. لا لا والله كيما نقول لكم، اش بيكم؟ يا صحاني انا توا غير طريه فيه، الراجل كياس وغنيات يا اخي. وما دار شكون؟ قولوا لهم دار الدنوني. لا لا يا اسمي دار توا دار اسم كلا سامي، اش بيكم؟ تعرف علاش يضحكوا؟ ام الطفل اسمها هو اسمها بريكة. لا لا نادية نادية تهشهش على حماتك. بابا يدك بلاش يتوه.